شاد ماراني شو مشيحة كارزو ثا آدي يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هو في البدء كان عند الله به كان كل شيء وبغيره ما كان شيء مما كان فيه كانت الحياة وحياته كانت نور الناس والنور يشرق في الظلمة والظلمة لا تقوى عليه ظهر رسول من الله اسمه يوحنا جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده ما كان هو النور بل شاهدا للنور الكلمة هو النور الحق جاء إلى العالم لينير كل إنسان كان في العالم وبه كان العالم وما عرفه العالم إلى بيته جاء فما قبله أهل بيته أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل بل من الله والكلمة صار بشرا وعاش بيننا فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق ناله من الآب كابن له أوحد والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد للمسيح آمين اليوم ثلاث مناسبات نحتفل بها المناسبة الأولى كل واحد يتمنى للآخر سنة سعيدة سنة مباركة سنة ما تشبه السنة السابقة هذه الكل يقوم بها وصارت تقليدية بحيث ما بعد هي مسيحية تقريبا كل الكرة الأرضية مثل ما شفنا بالقنوات الفضائية كل العالم يحتفل بالسنة الجديدة المناسبة الثانية اليوم نحتفل باليوم العالمي للسلام هاي 48 سنة تقرر أن يكون اليوم الأول من السنة يوم السلام العالمي هذا أيضا هو فرصة حتى نسمع شيء من رسالة البابا فرانسيس كل سنة أكو موضوع ينطرح والمناسبة الثالثة في طقسنا الكلداني هو اليوم الثامن لعيد الميلاد يوم ختانة الرب يسوع في الهيكل إذن هذا العيد هو متعدد الأوجه بينه جوانب عديدة بحسب كل واحد من عندنا كل وحدة من عندنا إذا كان صغير أو كبير يمكن نبقى مثل مشاهدين يمكن ما يتحرك بينا ولا شيء يمكن ما نعيشه مثل ما يلزم أو مثل ما يقول المثل مثل الأطرش بالزفي يعني يجي العيد ويمر العيد وكأنه يوم عادي في حين هذا اليوم
هذا التوقيت بوقته ما كان موجود زمن اللي ولد بينه يسوع. في القرن الرابع اتثبتت السنة الميلادية، وبدوا المسيحيين يحسبون السنين من ولادة يسوع، 320 340 سنة بعد يسوع. يوم اللي ولد يسوع ولد كأي طفل، لا بل أكثر من الطفل الفقير، وإحنا نعرف من إنجيل لوقا وإنجيل متى بعض الأشياء اللي يحكوها إلنا عن ولادته. ولادته أقرب إلى ولادة الأطفال اليوم في مخيمات اللاجئين، لا بل كانت أسوأ، لأنه على الأقل مخيماتنا أكو من استقبلهم وأكو من ساعدهم وأكو من دعمهم، لكن ذاك الوقت يقول ولد في اسطبل، مكان للحيوانات خارج القرية، ما كان أكو مكان له. إذن ما نعيش في بلادنا هو أقرب إلى الميلاد الأول، لكن شنو السبب أن هذا الطفل أخذ كل هالأهمية؟ هذه أتركها للعلماء والمحللين، ليش أخذ هذا الولد كل هالأهمية؟ إنجيل اليوم من يوحنا اللي ما تناول ولادة يسوع الأرضية والبشرية، وكأنه تكلم عن ولادة أخرى أزلية، ولادة الكلمة. حتى نفهم بين الولادة البشرية والولادة الأزلية للكلمة لازم ندخل في معنى والكلمة صار جسدا وحل فينا. الله عجبه، قرر، اشتاق، حب، فصار إنسان. وكثير من الناس يرفضون هذا الشيء، مو بس غير المسيحيين، حتى المسيحيين يصعب عليهم، لأن يريدون يكون الله فوق ويكون الإنسان تحت، لأن عندهم فكرة عن الإنسان، فكرة مشوهة. هذه الفكرة المشوهة بالحقيقة هي سبب كل المصايب والبلاوي خلال التاريخ. ما كان يكون حرب، ولا كان يكون إجهاض، ولا كان يكون عبودية، ولا كان يكون أذية، لو إحنا قبلنا أن يكون الإنسان ابن الله، أخونا لا فقط من لحم ودم، لا فقط من رغبة رجل، لكن من الله ولده. ولادة هذه الكلمة الأزلية هي فاتحة ولادات أخرى إحنا راح نسير عليها في عمادنا، نولد إلى الله ويحل علينا الروح اللي حل علينا، ونصير مثله، ونصير لا فقط مثله لكن طول حياتنا تصير محاولة دخول في هذا السر، وطول حياتنا الخطيئة تمنعنا أن ندخل في هذا السر، أن نقبل أنه إحنا أكبر مما نتصور. لا بس أنا وإنت وإنتي، ولكن نحن كبشر، الإنسانية قطعت طريق طويل حتى تصل، وما وصلت بعد إلى هذه القناعة. رسالة البابا فرانسيس اليوم للعالم كله هي عنوانه لا عبيد بعد الآن، نحن إخوة. يستعرض بها التفاوت الموجود بين البشر، وعدم الاحترام وعدم قبول الاختلاف الموجود بين الإخوة، في حين الكل يمتلك نفس الكرامة، والكرامة ما تجي من الولادة البشرية،
لكن تجي من أخوة من نوع آخر. ويلفت البابا انتباهنا إلى أنه من زمان بعيد عرفت البشرية ظاهرة الاستعباد. احنا نعرف في كل تاريخ البشر متروس أشكال عبوديات، خاصة ما صار من القرن الخامس السادس عشر لمن استعبدوا الأفارقة وودوهم إلى أمريكا، وطولت القصة إلى القرن التاسع عشر لمن صارت الحرب في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة في زمن أبراهام لينكولن، وقضي على العبودية وبدت الدساتير تلغي العبودية. لكن مع الأسف لهسة أكو دول ما لغت العبودية، ويمكن آخرة هي الدولة الإسلامية اللي شرعت العبودية وباعت خاصة نساء يزيديات، وقيل مسيحيات بس ما تأكدنا، أنهم باعوا في أسواق الموصل. يمكن اختيار البابا لهذا الموضوع يمكن بسبب هذه العودة الخطرة لبيع ناس بشر كعبيد. لكن ما يكتفي البابا بذكر هذا، لكن يذكر التفاوت الموجود في العالم بين الناس اللي حقوق مهضومة، عمال، مهجرين، اللي يتعرضون إلى كافة أشكال القهر واستلاب وعبوديات مقنعة حتى بالدول اللي نسميها متقدمة. الحقوق والواجبات للإنسان ما تنبع من النظم لكن تنبع من الله، ولهذا جت شرعة حقوق الإنسان كتأكيد على هذه الرغبة ضد العبودية. يتكلم البابا أيضا عن عبودية اللامبالاة. يعني في عالمنا كثير أكو لامبالاة بسبب ما يحدث للإنسان من ظلم، بسبب الحروب، بسبب القتل. يمكن عام 2014 إذا سوينا إحصائية على وسائل الإعلام، أكثر كلمة تكررت هي كلمة قتل، مقتل، قتل، وكأنه تعودنا عليها. وهذا التعود خطر لأنه يؤدي بنا إلى اللامبالاة وعدم الاهتمام. هنا تنتهي رسالة البابا، بس أريد أنا أضيف شكل آخر من أشكال العبوديات اللي تخصنا نحن في مجتمعنا اليوم، وهي عبوديتنا إحنا. أشكال الإدمانات والتعود على نوع حياة، هذا النوع اللي يقهرنا. إدماناتنا السيئة هي فرصة اليوم في بداية هذه السنة، مو بس نكرر مثل الببغاء سنة سعيدة وأمنيات والكلمات التقليدية، لكن بالحقيقة خلونا شوية نسوي فحص ضمير كل واحد وكل وحدة من عندنا. إدماناتنا وتعودنا على طبعنا، وكثير مننا أطباع أخذت مسار يشبه الإدمان. أنا عصبي، هذا طبعي، ومن يقول أنه هذا طبعك هو زين؟ أنا أحب أن أحكي طول الوقت، ما أنطي مجال للآخرين أن يحكون. أنا أحب هذا النوع من الأكل أو من الشرب أو من القمار أو أشكال من الإدمانات اللي تخص اللذة، لذة الإنسان، أو إدمانات فيما يخص الأموال والفلوس والتفرغ الوقت كله من أجل هذا المال، من دون أن أعطي لنفسي فرصة راحة حقيقية أو تفكير حقيقي. ولهذا أكو كثير ناس من عندنا بسبب هذه السلطوية أو هذه اللذوية أو هذا المال يروحون سنوات طويلة ويبتعدون عن
مسار الجماعة. أنتم تلاحظون أن الجماعة المسيحية خاصة من نجتمع يوم الأحد نطرح مواضيع عديدة ونحاول أن نفكر ونحاول أن نذكر بأشياء أساسية مهمة. شو تقولون عن فد شخص رجل أو امرأة شاب أو شابة يقضون سنوات مشغولين بغير شيء بحجة ما عنده وقت، ما عنده وقت، ولهذا يروح بالغلط وتشوفه يكبر ويتزوج ويجيب أولاد وفجأة يصطدم بحقائق أساسية، كأن يكون ما كان رب أولاده مليح أو ما كان فتح عيونهم على حقائق أخرى، مثل واحد يأكل نوع واحد من الأكل فقط طبعا يصير عنده فقر الدم أو يصير عنده فقر روحي أو فكري. هذول الناس اللي ما عندهم خلق، ما عنده قيول، ما عنده رغبة بأشياء أخرى تحسسوا من نومه، هذول الناس أسميهم عبيد. كل شخص يقول يعجبني حتى لو مضر هذا عبد. كل من يدخن أقول له ليش تدخن؟ يقول لي يعجبني أو ما أقدر هذا عبد. كل من يلعب قمار يقول لي ما أقدر هذا عبد. كل من يروح فد مكان لأنه ما يقدر ما يروح مسير من قبل شهوته أو رغبته أو غريزته هذا عبد. السؤال إذن كيف نتحرر من نظرتنا على نفسنا؟ يا ابني يا بنتي أنت أكبر من هذا، أنت أكبر من هالإدمان من هالعادات وهذا الشيء. كونوا واثقين شفتونه وين ما رحتوا بالدول المتقدمة بعد أكثر مما موجود بالدول الفقيرة. الأنانية، لا مبالاة، عدم الاهتمام ونشا لي، يمكن هذه أكثر كلمة سمعتوها في البلاد المتقدمة، I don't care، أنا شعلي I don't care يعني أنا ما مهتم. وهذا عدم الاهتمام يمكن هو اللي بحاجة إلى أن ننظر إلينا نظرة جديدة. الآخرين أنا مسؤول عنهم. لا تنسون أنه أول جريمة صارت بالتاريخ لما قايين قتل هابيل سألوا الله وين أخوك؟ قال له ألعلي حارس لأخي، يعني I don't care، أنا ما أهتم بأخوي شعلي منه. إحنا اليوم في ظروف اللي دا نعيشها في هذه الولادات اللي دا تصير بيننا من أخوتنا المهجرين، أرجو ولا واحد ولا وحدة منكم ما يعيش وكأنه هذا الشيء طبيعي. حتى يبقى هذا الزمن زمن مهم، مثل ما كانت ولادة يسوع في بيت لحم في مغارة بين الفقراء بين الرعاة حدث مهم. أبدا الله ما هو بالماضي، الله هو بالحاضر، ولادة يسوع بالحاضر. ولهذا إنجيل يوحنا يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا، نصب خيمته بيننا، لأنه إحنا مسافرين. لا تضيعون وقتكم بأشكال الضياع، لا تضيعون رجاء. كل واحد مننا يفكر كيف يحزق براغي حياته، ما يضيع هذا الوقت الثمين، كوي كل شيء يروح، خصوصا الوقت. ترى ما نملك ولا شيء إلا شوية وقت. كم سنة باقي لك؟ كم سنة باقي لك؟ لا تضيع هذا الوقت باللامبالاة. إذن ما راح أتمنى لكم تمنيات تقليدية لهذه السنة، بس أتمنى أمنية واحدة، أن تكون هذه السنة 2015 بكل دقائقها وساعاتها مهمة بعين كل واحد وكل واحدة منكم، ولا يضيعها بولا شيء ما بينه فايدة إلو وللأخوة الآخرين. الاهتمام هو اهتمام معنوي واهتمام مادي واهتمام روحي، وخصوصا لما ما نقدر نسوي ولا شيء نقدر نصلي. ولهذا نبدي هذه السنة بهذه الصلاة بهذا القداس من أجل الناس، من أجلنا أولا، ونطلب من الرب أن يمسح السبورة ما العام الأول حتى نقدر نكتب فشيء جديد السبورة
الجديد، ننسى الماضي ونسعى إلى المستقبل. يمكن الديانة المسيحية هي الديانة الوحيدة اللي تهتم بالمستقبل أكثر ما تهتم بالماضي. أقدر أشبه العهد الجديد اللي يبدي اليوم بالدور الثاني مثل مدرسي، بالدور الأول سقطوا، بالدور الثاني راح ينجحون بفضل يسوع، لأنه شاف يسوع بأنه بالدور الأول التعليمات كانت شوية زايدة والوصايا زايدة، فقال هذولي ما يفيدهم الوصايا واللا والتخويف مثل ما نعمل ويا أولادنا. يمكن جاء وانطانا فد نموذج آخر لامتحان آخر. فكروا بهاي الفكرة أنه العهد الجديد هو